صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس، اموركم كلها مزيانه؟ اليوم ليله ديال ليله كبر رمضان، الله يدخلوا علينا ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر. عرفت شنو قال لي؟ خليت حتى الاخر لحظه عاد باغا ندير بزاف ديال الحوايج. المهم جيت هنا لهوم ديبو البنات، باغا ناخذ واحد التخربيقات، باغا ندير لهم واحد الديكوره ديال رمضان. وقلت نشارك مع الاخوات هذه الليله هذه، كيف كل عام يعني كيفاش كدوز، كيفاش غادي تدوز عندي هنا في الدار. المهم البنات حنا يلاه جينا دابا لهوم ديبو وحنا مازال مع بعضياتنا. جيت البنات هنا لهوم ديبو، بغيت ناخذ هاد السينتاس هادو ديال الضو، بغيت ندير بهم واحد الديكور ديال رمضان. الساعه ترى الاثمان اللي لقيت خياليه، شوفوا هادي شحال دايرين، هادي 59، 42، هادي اللي فيها صغيره دايره 29، وبالي يعني هاد الوقت هذا ماشي ديال واحد يحط يعني هاد الفلوس في الضو بحال هكا. درت مناقص، قلبت باش نلقى زعما شي حاجه مارخص ساعة والو، اللي كتلقاي بحال دابا هادي 24 ولكن صغيرة، يعني فيها غير واحد صغيرة ما تقلي ليا حتى شي حاجة. والله العظيم عرفتي عندي واحد الفكرة زوينة كنت باغا نديرها، هادي واحد ديكورة ساعة. صح تصدمت بهاد الأثمنة هادي. صافي دابا نكمل داكشي اللي كنت باغا من هنا من هوم ديبو ونمشي ان شاء الله للدار، باقي لينا بزاف ما يدار هذا النهار هذا. المهم البنات اول حاجه بديت بها حيت عليا دابا العجينه، كما كتشوفوا راها ما شاء الله طلعت في الخميره خمرت وكل شيء، دابا بقى لي غير غادي نلولبها ونكرسها ونخليها تسخوح حتى شويه على بال ما يدخل الفران باش نبدا نطيب فيها. المهم هنا درت خبيزات ديال القمح، تبقى لي مشاركه معكم البنات. بالنسبه للبنات يعني بزاف ديال البنات اللي سولوني على لومبالاج ديال هذا القمح، انا راكم عارفين غير كنتقدا كنعمر السطل وكنحيدو، ان شاء الله نهار نلقى واخا نعرف ناخذ لي يعني غير صوره نحطو لكم في ستوري، يعني نهار نبغي نتقدا اولا انا ما غاديش نمشي يعني ما غاديش نمشي ريستورون ديبو باش نتقدا، ولكن الوقت اللي نتقداه نخليه لكم. صافي دابا ان شاء الله نلولب الخبز ديالي، نحيد منو الهواء ونلولبو. ما عارفين يعني كما قايله لكم ماشي مره ماشي جوج، العجينه ديال القمح كتبغي شي شويه كما كتشوفوا شي شويه تبقى يعني ما تكونش بحال العجينه ديال الخبز عادي، يعني شي شويه نزعمو فيها الماء، يعني ماشي تبقى تلصق غير شي شويه. شو البنات صافي دابا ان شاء الله غادي نلولب الخبز ديالي. اللي باغي يعني اللي كيبغي يدير خبز حجم كبير، انا هنا كما كتشوفوا انا كندير خبيزات صغار هكا، يعني كيجوني مع الدراري ومع كلشي ما كيبقاش داك التكراد وداكشي، يعني كيبقى اختياري الواحد يعني يدير الخبز الحجم اللي بغا. المهم البنات هنا كما كتشوفوا قرصت شي شويه ديال الخمار خليته على جنب، وهنا بالنسبه للخبز بغيت نديرو بشويه ديال الزراره، يعني نرشوه بشويه ديال الماء اولا بشويه ديال الحليب، ومن بعد يعني نديرو فيه الزريعات اللي حنا باغيين ونخليه يخمر ان شاء الله ومن بعد نطيبو. وهنا البنات غادي نصب الطواجين ديال العشاء، الطواجين هو اللي غادي نتعشاو به ان شاء الله. المهم هنا كما كنشوف وجبت شويه ديال اللحم، ومادام يعني ما كاين لا تراويح ما كاين لا جامع درت شويه ديال الثومه. هاد الطواجين هذا يعني بغيت نديرو بشويه بنسمه ديال الثومه، وغادي ندير التوابل البنات
شويه ديال الخرقوم. عبدي كنخبط بحال الكون تفكر واحد الاخت اللي قالت لي عندك هاد عندك هاد القرعات هادو ديال العطريه بحال داكشي ديال المختبر بحال داكشي هي راه بحال داكشي في المختبر وقت في الاصل بحال هادوك اللي كنا كنديروا بهم التجارب في العلوم جاوا بحالهم فعلا. هما انا درت شويه ديال الخرقوم بلدي شويه ديال السكنجبير وطبعت حاجه شويه ديال الزهر شويه ديال الملح غادي نشلط بصيله ونشلط واحد المطيشه وغادي نخلي التواجين يتقلى على خاطره. ما عنديش الفاخره ما كون صبتو على الفاخر هاد الطواجين هذا. شي بحال هكا حك وحده على وحده وغادي نعطي عليها بلاص وغادي نشعل على الطواجين ديالي تقلى. هنا كما كتشوفوا بديت كنطيب في المخمر. بالنسبه لهاد البلاكه هذه يعني بزاف ديال البنات اللي سولوا عليها هاد البلاكه هذه وراه كانت غير مؤخرا يعني سولتني واحد الاخت وكنت مشيت لوول مارت قلبت ما لقيتش بقات بحال هذه يعني ما لقيتهاش ولكن البنات يعني كاينه اونلاين والسميه ديالها هنا ما عرفتش واش كانت سميه وما بقاتش يعني مع الغسيل اولا يعني هي من نهار ما كانش فيها سميه ما عرفتش. هذه كنت خديتها في البلاك فرايداي انا عاقله عليها كنت خديتها في البلاك فرايداي كنت خديتها ب 14.99 دولار. حاليا يعني ملي دخلت اونلاين لقيتها دايره شي 18 وشي حاجه مهم قل من 20 دولار. غادي نخلي لكم يعني اللي بغاها نخلي لكم هذا اللينك ديالها غنخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. حيت انا دخلت غير الموديل ديال هاد لاباري لقيتها يعني هاد ديال البلانشا لقيتها هنايا غير الموديل ديالها وخرجت ليا هي يعني نفسها. غنخليها لكم البنات وما تعرفوا يعني تقدروا تاخذوها اونلاين اولا اللي يعني تشوفوا الصوره ديالها اللي بغاها ديال بصح راه غادي يقلب عليها وغادي يلقاها. المهم انا كنت خديتها من وول مارت كنت خديتها في البلاك فرايداي النهار اللي مشيت مؤخرا يعني مشيت لوول مارت كما قلت لكم ما بانش ليا هي صراحه تقال يعني دابا راه عندي شنو نقول لكم راه عندي عام تقريبا عام وشي حاجه وراه باقا يعني كطيب مزيان ما وقعت فيها حتى شي حاجه الحمد لله ما شفناها بعين خايبه ما شفناها بعين خايبه وصراحه تقال يعني معاوناني في رمضان وفي كل شيء يعني مسهله عليا الماموريه. عام وزياده راه بلاك فرايداي ماشي هذا اللي فات اللي قبل منه راه عام وزياده ما شاء الله وهي باقه يعني خدامه من داك الشيء كما كتشوفوا تبارك الله يعني مطلعه. شوفوا المخمر كيفاش مطلعه شو كيفاش منفوخ ديال القمح وكل شيء ومنفوخ. صافي حنا راه حنا كنبغيو في السحور داكشي علاش كتشوفوني يعني عاجله ومانطون درت المخمار كنبغيو حنا نسحروا به مع واحد البنات حنا كنوضو نفطروا البنات. ان شاء الله نشارك معكم شي سحور من سحوراتي وتشوفوا كيفاش كندوزو يعني كندوزو فطور فطور يعني هاد العام يعني جينا السحور مع الخمسه حنا عندنا الخمسه الخمسه وشي حاجه ولا الخمسه قبل شي حاجه ما عرفتش بالضبط المهم كنوضو كنفطروا.
مهم البنات ها المحمر طيبتو والخبز طيبتو كما كتشوفوا يعني الخبزات كيجيو محمرين كيجيو. انا راه عندي شويه مظلمه هنا الكوزينه بالنسبه لاخوتي كيسولوا على الاضاءه، عندي الاضاءه هنا ناقصه شي شويه في الكوزينه. المهم هنا الخبزات كما كتشوفوا كيجيو محمرين صافي. هنا المحمر حتى هو يعني كيجي مفشفش كيجي طايب يعني ديال القمح وكت مفشفش كيف ما كتشوفوا. دابا ان شاء الله بقى لي غير غنكمل الطواجين ونكون كملت يعني بالكوزينه. المهم يلا البنات حنا مازال مع بعضياتنا. بالنسبه للطواجين البنات هنا يعني بغيت ندير طواجين غير خفيف خضرته بحال هكا بالقريعه وبشويه ديال هذا هذه جلبانه صافي. وغادي نسدي عليه ونخلي ان شاء الله الطواجين ديالي يكمل في الطياب. المهم البنات مرتاحين حتى جبت معايا هذا الدون اللي بغيت حيت بقيت في الاخر هو يقول لي الزوج ديالي قال لي نشوفو في والمارت والمارت يقدر يكون فيه. فعلا ملي مشينا للوالمارت لقينا يعني فيه اشكال وانواع ولكن الاسمنه رخاص من داكشي اللي كاين في هوم ديبو. يعني هوم ديبو راه فيه واحد الثمن خيالي ديال هادشي ديال الضو. المهم جبت هاد جوج الانواع ولكن واحد غنخدم به واحد غادي نرجعو. لقيت هذا اللي فيه لصقه كتلصق يعني غير كيتحيدو كيلصق، وكاين هذا اللي كاين بحال هكا بحال تيو بحال هكا مدور وما عرفتش شنو اللي غادي يخدم ليا مزيان. قلت اللهم تندي للدار وعاد ديك الساعه نخدم. عاد قولي غزلان هاتي لقيتي هاد البراش اش باغا دير بهم. ومن الفكره اللي عندي البنات عندي هاد هادي اللي كنت خديت من عند ايمان اللي كانت عطاتني ايمان، هادي ديال رمضان مبارك شو البنات. بغيت الفكره اللي جاتني هي بغيت ندور عليها الضوء يعني ندور عليها حرف بحرف او على الاقل ندور عليها هذا الهلال بحال هكا بالضوء اللي كيشعل بحال هكا باش تجي يعني تعطي ديك اللمسه ديال رمضان عندي في الدار ويكون واحد الديكور زوين. ونغير يعني من 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 هذه الايه هذه يعني هذه راكم عرفتوا داك العام علقتها بحال هكا، هذا العام قلت نضيف لها شي اضافه. دابا ان شاء الله غادي باقي كنفكر واش ندير ليها الضوء يعني هاد اللعيبه اللي باغا نديرو من الفوق من هنا من فوق يعني ندورو غير بحال هكا من الفوق وغادي كامل اولا نديرو من هنايا يعني من فوق الحروف من هنا من الفوق ما كنعرفش. المهم حنا غادي نحلو هادو بجوج مع بعضياتنا ونشوفو اللي غادي تخدم ليا احسن. هاها هادي كاع ما جبنا لها الخديره. طيبي وطيبي هادي حقلها كانت غير وحده الخيط ديالها اللي كيتخشى في الضوء محايدين ولا شحال خايبة القضية شحال خايبة القضية تجي توجدي وتبغي تخدمي في الاخر تلقى راسك جايبة حاجة ناقصة. دابا نشوف هادي نشوف هاد الراس واش يخدم ليا في هنا ولا انا واش خدمتها في هاد. انا جاني وكرة هذا غادي يكون غليظ على هاد الآية شتوها هذا جاني غيكون غليظ بزاف. انا كاع ما قلبتهم هذا غيجي كبير هذا كبير بزاف دونك ما غاديش يخدم ليا. نشوف هنا لا هذا ما يخدمش ليا هنا او ماي جاد هذا ما يخدمش ليا. بدلت كاع داك الهندسه اللي كنت باغا نهدس الضو اللي كنت باغا ندور على الايه حيت ما غاديش ندور على الايه ودورته هنا على المرايه. المرايه كاع دورت هذاك الضو استعملت هذاك الغليظ اللي جبت ليه البريزيالو هو اللي دورته هنا على المرايه. ودابا بغيت هاد الايه هادي يا اما نخليها في الحيط هنا يعني بلا دوبلا والو راكم شتو ما كتبش ندير ليها الضو اولا غنديرها هنا وسط المرايه. جا الشكل ديالها زوين عجبتني يعني الشكل ديالها وسط المرايه وكنت باقا كنقلب كيفاش غندير تلصق. ماما انا يلا دابا كنقلبوا على رالونج باش غادي نبرونشي في هاد سميتو نبرونشي فيه الضو نشوفو كيفاش غادي تجي هاد المرايه من بعد ما تشعل. المهم انا شعلت الضو يعني جات داكشي كيف ما بغيت جا. دابا بقات لي غير هذيك الايه اللي لصقت الفوق شعلت لي الضو جات زوينه. دابا بغيت نوريكم البنات الاخوات اللي عندهم اللي كيعشقوا بحال كالشمع وكتوقع لهم هاد المشكله هادي. انا كنت مشعله هادي هادي عندي بولا وفي نفس الوقت يعني كندير فيها هاد الشميعات هنا لداخل. دابا راه لصقت كندير فيها الشميعات لداخل كيعطروا الدار وهاد سميتها نسيتها يعني درت وحده فوق وحده ودابت لي هنا. غنوريكم الطريقه كيفاش كنحيدها بحال هكا بعد ما كتذوب لينا بحال هكا على العود او على الطبله ولا على شي حاجه. كناخذوا المصلوحه البنات وكناخذوا شي سربيته
اللي تكون بحال هكا يعني سربيته اللي كدوز عليها المصلوح وكنصلحو كنبقاو نسخنو فهاد السربيته من الفوق بحال هكا ندوش على السربيته راه مربطه بجافير وتقادي حاجه اللي عزيز عليه الشمع راه كايطيح بحال هاد المشاكل بزاف مازال حتى انا درت وحده فوق وحده كيبقى يعني كتصلحي بحال هكا وداك الشمع كيدوب وكيلصق في السربيته ونراقبو شو هانتو هما كيبان لكم بدا كيطلع شتو انا حتى عندي يعني شمع كتير داكشي علاش دابا غادي ندير ليه جوج طبقات باش ما يطلعش ليا الشمع ويبقى لي هنا في المصلح هانتو الشكل كيبدا ينوض شتو البنات هانتو شتو كيبدا ينوض دابا مازال غادي نزيد ليه تيحيد هاد تيحيد هاد الشمع كامل هانتو شوفي كيفاش كيلصق هنا في السربيته شاده كان فيلمي وكان ندير بلاصه كنضربها وبلاصه ما كنضربهاش هانتو البنات هو على المباشر شتو مبقى الشمع وقت كلو لصق لينا هنا في هاد السربيته هذا اللي بقى في هاتني ندوز ليه غير 70 حالة كحدة بس صافي راه ناض وهانتو البنات ها الطبلة ديالنا حيد منها الشمع وحيد منها كلشي صافي دابا نرجع نكمل نرجع دابا نكمل الديكور ديالي ديال رمضان ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نفينيه المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الديكور اللي درت هنايا يعني مناسبه رمضان عطيت هذه اللمسه بهذا الشكل بحال هكا درت هذيك الايه ديال ايمان درتها بحال هكا في السونتر وضربت الضو يعني في المرايات بحال هكا عطى واحد يعني صراحه قال انك ديره بلان ولكن في الاخير طلع بلان اخر ولكن تجي زوين يعني عجبتني هذه الديكور بحال هكا عجبتني درت هذه راه عندي راني قلتها لكم هذه ديال الشمع يعني في نفس الوقت راها بوله وكتطلق الضوء كتطلق الريحه يعني زوينه هذه كتشريتها من وول مارت راني تفوت لكم الضوء زعما باش تشوفوا كيفاش جا المنظر ديال هذا الشيء الا وريتكم شحال ساعه ضحكوا عليا البنات راه عندنا 12 قلتولوت باقا كنبقى 12 قلتولوت هذه وهكا البنات ما بقى ليا غير غادي نودعكم نتمنى يعني تكونوا دوزتوا معايا وكيد زوين وبقى ليا غنقول لكم رمضان مبارك سعيد ومع السلامه ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع السلامه